نتوجه إلى مولنبيك لا أحمد في توسع كده. بلجيكا، الحي الذي التصقت به صورة نمطية سلبية بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت مدنا أوروبية عدة خلال العامين الماضيين. مؤخرا تم تنظيم معرض تحت اسم مومز. هذا المميز نادين، يطمح المعرض إلى تغيير ذلك الانطباع واستعراض التاريخ الثقافي المتنوع لهذا الحي الذي يضم العديد من الجاليات ذات الأعراق والأديان المختلفة التي سكنته عبر فترة زمنية طويلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. كانت وجهة للحج المسيحي، فأصبحت مركزا للتشدد والإرهاب في أوروبا. مولنبيك التي يفترض أنها جزء من العاصمة البلجيكية التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، باتت تلقب بحي الانتحاريين بعد خروج نحو 10 انتحاريين منها. خلال السنوات الثلاث الماضية كنا نتلقى أسئلة من أناس قدموا لرؤية مولنبيك ليعرفوا ماذا يحدث هنا، لأنه في كل مكان في العالم الناس يتحدثون عن مولنبيك الجحيم، ولكن الحقيقة أن مولنبيك بلدية عادية، وحينما يأتي الناس إلى هنا ويرون ما يحدث يتساءلون ماذا حدث وكيف يمكن لشبان قدموا من مولنبيك أن يفعلوا ما فعلوا. متحف موميوز الذي افتتح بمبادرة من بلدية مولنبيك يطمح إلى تغيير الصورة المتداولة عبر وسائل الإعلام عن الحي الذي يضم أكبر جالية مسلمة في بلجيكا. ممتع أن تطالع هذا المتحف. مولنبيك كأي حي أو بلدية أخرى لقد شهدنا مسار تطور نفسه، كنا صناعيين ونحن الآن جزء من عاصمة أوروبا بلجيكا. المتحف يستعرض مراحل مختلفة من تاريخ الحي الذي كانت الجاليات الأوروبية تحج إليه طلبا لشفاعة القديس يوحنا خلال القرن الخامس عشر الميلادي والقرون الثلاثة التي تلت. الآن ستكون لدينا القدرة من خلال هذا المتحف أن نظهر للعامة أن مولنبيك في الواقع لديها جذور مشتركة مع مختلف البلديات حولنا. من المهم جدا أن نقول للزوار أننا لم نأتي من القمر وإنما من الأرض كسائر البشر، وهنا عاش كثيرون وعملوا واجتهدوا لبناء حياتهم. ثروة من تماثيل القديسين الكاثوليك تعرض جنبا إلى جنب مع عباءة زفاف مغربية وصور عائلية بالأبيض والأسود وألبسة تقليدية للزفاف والجنازات وأدوات منزلية تعود إلى بؤر بعيدة في ذاكرة مولنبيك. أرى أنه من الظلم أن نتحدث حصرا عن الجالية المغربية في مولنبيك، فهناك جاليات كبيرة أخرى في مولنبيك وعبر السنين طرأت عليهم تغيرات. كانت هناك جالية إيطالية كبيرة ولكن أعدادها تقلصت الآن. كان هناك الكثير من اليونانيين والإسبان ولكن أعدادهم أيضا تضاءلت عبر السنين. متحف موميوز ينهض على التأصيل لموقع مولنبيك في التاريخ البلجيكي كنسخة مصغرة من عالم متعدد الثقافات والأعراق درءا للرواية المتداولة عنها في الصحافة العالمية.